فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم فيديو جديد النهارده. هي فعلا مأساة، مأساة بجميع الطرق، بأي حاجة ممكن تقولها. يعني الواحد مش عارف، يعني في سيول والناس عمالة تموت من الكهرباء وتموت من هنا، يعني مش عارف يعمل ايه. يعني نيجي بقى الحادثة النهارده، قطرين خبطوا ببعض، واحد جاي من اسكندرية وواحد جاي من الصعيد، في محطة رمسيس بالظبط، يعني خبطوا ببعض. يعني حرام حرام الارواح اللي ماتت. ويعني المنظر اقسم بالله، القطر مهروس. طب ليه؟ فين الرقابة؟ وفين فين فين المسؤولين؟ تاني شبعنا، والله شبعنا. يعني حوادث قطارات واتوبيسات على القضيب، يعني حرام. يعني مش هقدر اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل على اي واحد بيهمل في وظيفته. حرام الناس قلبها توجع على اولادها، وعلى اللي جوزها توفى، واللي ابنها، واللي بنتها، واللي بنته. يعني حرام حرام والله. كل واحد له بيت ومسؤول عن اسرة. اعداد كبيرة في القطر، يعني كل شوية اروح. احنا في بلدنا اقل حاجة الروح، يعني اخر حاجة ممكن يفكروا فيها الروح. حتى في الواقع، يعني اقول ايه يا ربي، يعني حتى كورونا اللي نازلة، رئيسنا يودي الوزيرة تروح تستكشف. احنا رايحين للوباء نفسه ونقول رايحين نستكشف؟ مفروض تدخل الحجر الصحي، تقعد المدة المحددة ليها، تقعد يوم واحد وتخرج. ليه؟ هي دي وصاية كمان؟ دي ارواح ناس، دي ممكن واحدة تنقل المرض للجمهورية بتاعتنا كلها. في خبر كمان يقول لك النهاردة، عربية ملاكي ماشية على الكوبري، ماس كهربا يموت 2 منها. هي البلد راحة فين؟ البلد راحة فين؟ يعني كل شوية حادثة، كل شوية قرف. استغفر الله العظيم. يعني احنا مش عارفة ده غضب من ربنا ولا ابتلاء، يعني مفروض يعني الواحد يعمل ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيأهمل في وظيفته، او بيكسل، او رميها على الشخص التاني اللي بيشتغل معاه، هو يرمي من ورا ظهره، واحنا ارواح بتروح. القطرين اتفرموا تاني. يلا استودعكم الله وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيأهمل في وظيفته. ويا رب كده نتقابل في فيديوهات مفرحة وحاجات واخبار حلوة، وما نتقابلش تاني في اي مشكلة ولا اي حادثة. ويعافيكم ويعافينا ويحفظ اولادكم جميعا يا رب كريم بإذن الله. مع السلامة. فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.